احنا ولله الحمد منذ 2012 ونحن نعيش على ايقاعات متسارعه في الاحتقان منذ مجيء حكومه البي جي دي ودائما الاحتجاجات جميع انواع فئات المجتمع احتجت تم الحانوت تو احتج كل شيء احتج ما مولا اللي كيصوب الاسنان احتج اللي كيبيع في الفرماسي احتج المحامي احتج الموثق احتج من لم يحتج الكل يحتج ولكن الحكومه انفت الاحتجاج اذا حنا غنعدلوا معاه شويه نزولوا له شويه الاحتجاج باش عاد نبدا نناقشوا شنو رايكم في نتائج الحوار انتم نتائج الحوار ليست في لا ترقى الى طموحاتنا ولكنها تبقى نتائج بالنسبه لنا حنايا بدايه ننتزع لان هي باغيه نقول لها ما بغيناش تمشي بحال هكا تعاود تدور عليا عاود تجيب لي داك العرض الأخير فيه تجويد حين حاول وزير الداخلية أن يقرب وجهات النظر كان فيه تجويد ملموس فقبلنا به على أساس أن يكون بداية الحوار ماشي نهاية الحوار نحن وقعنا ماشي على السلم الاجتماعي وقعنا على بداية الحوار الحقيقي.